الله معكم. اليوم السبت 8 أيار 2010، بكرة 9 أيار هو نهار رح يكون محوري لمدينة زحلة ولكل واحد منا. ليلة كل واحد منا، لأن كل واحد منا زحلاوي مواطن هو مدعو إنه يعطي هالنهار الأهمية اللي بيستحقها، الأهمية اللي بتخليه يكون هالحافز للنقل النوعي اللي كلنا بنطمح إلها. نحنا كلنا طامحين إنه زحلة تصير أحلى، زحلة تعج بالحياة وبالعمل وبالإنتاج، وهيدا اللي نحنا عم نسعى له. نحنا وياكم سوا ممكن إن نحقق هالحلم. دعوتي إلكم اليوم هي دعوة ناس تاخد مسؤوليتها بإيدها، لأنه كل واحد منا هو اللي ممكن يقدر يساهم بصناعة الفرق ويساهم ببناء مجتمع أفضل. دعوتي للشباب والصبايا اللي حلمنا سوا على مدى 30 سنة كنا يمكن عم نتعلم فيهم، وأنا عم ساعدكم بهالنمو بالتعلم، إنما أحلامكم كانت دايما حاضرة ودايما كان السعي إنها تتحقق، وأكيد ما بتتحقق بلا مساهمتكم، بلا نشاطكم، وبلا مساهمتكم باختيار هالاختيار اللي لأبناء زحلة، للايحة اللي نحن موجودين فيها، لايحة رؤية وإنماء، لأنه نحن وياكم أبناء لموقع واحد وحلمنا واحد أن تصير زحلة مدينة ريادية أفعل وأثبت على الساحة اللبنانية ويمكن على المدى الأبعد. دعوتي إلكم أنه تنزلوا بكرة تكونوا كتار لحتى أنتوا تقدروا تصنعوا التغيير، التغيير بجعل أحلامكم حقيقة. أحلامكم بتصير حقيقة لما بدنا نتشارك سوا كمجلس بلدي، تساهموا بانتخابه ونساهموا سوا أنتوا وياه بهالأعمال اللي مطلوبة وبتحقيق المشاريع اللي عم نحلم فيها سوا. دعوتي كمان للسيدات، للسيدات اللي تعاوننا على مدى عشرات السنين بالمجتمع المدني، بالجمعيات الأهلية، بالأخويات، باللقاءات الثقافية. نحنا سوا اشتغلنا، حضرنا مشاريع كتير، يمكن قدرنا نحقق قسم منها، إنما القسم الأهم اللي بعدنا كلنا طامحين له بعد ما تحقق. كلنا واعيين لنقطة أساسية، المجتمع المدني إمكانياته واسعة إنما محدودة، ومن هون كان سعينا نحن كسيدات زحلة. صحيح إلنا 50 و60 سنة أشخاص ستات عندهم كان دور ريادي بالمجتمع المدني وعملوا إطلاق لجمعيات فاعلة وبعدها مستمرة، إنما في كتير مشاريع كنا عم نحلم سوا أن نحققها، بتأمل أنه هلأ من خلال السلطة المحلية نقدر نثبتها وننجزها. بشكركم سلفا لأني على ثقة تامة أنه خياركم واضح، الأشخاص اللي عم تحطوا ثقتكم فيها بعتقد نالوا على ثقتكم بفترات معينة قبل. بتمنى دعمكم، بتمنى أن سوا نعبر لمدينة زحلية بامتياز، لمجتمع زحلي بامتياز، اللي بنحلم فيه نحن وياكم انه يكون انمائي ريادي وبالوقت ذاته مشع بالامل لابنائه ولا الاشخاص اللي تركوا على امل يرجعوا له. ميرسي. قبل كان احلى، كان بلوس بونتاني.